اتمنى يا رب ان انا اطلع بكره بالليل اقول الحكم 10 على 10. مفيش حكم 10 على 10، ممكن يكون هناك اخطاء في نص الملعب او تات مش عارف ايه الحاجات دي. ده طاقم التحكيم بتاع مباراه بكره. كابتن محمد، مباراه المحله والاهلي الساعه 5:30، كابتن محمد الحنفي حكم ساحه، كابتن احمد حسام حكم مساعد، كابتن احمد صلاح حكم مساعد، حكم رابع كابتن صبحي العمراوي، حكم فيديو كابتن عبد العزيز السيد، مساعد حكم الفيديو كابتن ابراهيم محجوب. ومباراه الزمالك والبنك الاهلي الساعه 8 والحكام بتاعها كابتن محمود معروف، كابتن محمود ابو الرجال، كابتن احمد توفيق، كابتن محمود عاشور، محمود ابو الرجال، احمد توفيق، كابتن نادر قمر الدوله، كابتن محمد معروف حكما للفار، وكابتن شهاب رشاد او راشد حكما مساعدا للفار. اتمنى ان كابتن محمد الحنفي يكون موفق بكره. نفسي يا جماعه والله العظيم نفسي اطلع اقول انت كسبت يا عم اسلام، بقى ما تقعدش تتكلم الكلام ده لان انت كسبت الماتش اللي فات وخدت 3 نقط. هو انا عشان كسبت اسكت عن حقي وما اتكلمش عن حاجه تخص النادي الاهلي؟ 5 حالات جدليه، 5 حالات، مش حاله ولا 2 ولا 3 ولا 4، دول 5 حالات، 5 حالات. مش قصدي حاجه بالخمسه والله، والله ما قصدي حاجه، بس انا بقول ان 5 حالات جدليه. فيا جماعه من فضلكم يعني عايزين تركيز اكتر في التحكيم خلال هذه الفتره. بكره مباراه مهمه جدا جدا جدا. كابتن محمد الحنفي، كابتن عبد العزيز السيد، من فضلكم عايزين تركيز. ادي مباراه المحله السنه اللي فاتت، هذه تخيلوا حضراتكم هذه اللقطه لم تحتسب ركله جزاء لصالح النادي الاهلي، والنادي الاهلي اتغلب في هذه المباراه 1-0 وخسر 3 نقط، وهو خسران الدوري فرق 4 نقط. ادي 3 نقط منهم. مش عايز ارجع للسنه اللي فاتت، بس انا بوري لحضراتكم ادي ركله جزاء. تخيل حضرتك اللي قاعد، اي حد قاعد بيتفرج اهلاوي او غير اهلاوي، تخيل ان دي لم تحتسب ركله جزاء. لو شلت الالوان، انت مش اهلاوي وشلت الالوان، هتلاقي اللي انا بقوله لك ده هو الصح. بص حضرتك اهي، لا دي ما تتحسبش عشان بس هو رجع، بس هو خبطه. فالحقيقه اتمنى ان بكره مباراه ما راحش للفار في هذه المباراه، على الرغم ان الفار كان موجود، لكن هو الكابتن معروف ما راحش للفار. ماشي، ده السنه اللي فاتت. السنه دي يا رب بكره اشوف كابتن محمد الحنفي وكابتن عبد العزيز السيد، اطلع اقول لهم يعني هايلين يا جماعه والله، وعملتوا شغل كويس باستثناء اخطاء بسيطه جدا لم تؤثر على سير المباراه او على نتيجه المباراه، سواء للاهلي او للمحله. سواء لمين؟ للاهلي او للمحله. انا عايز عداله، لان انا عارف ان لو في عداله تحكيميه ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله.